يبقى في بنية أساسية متطورة لدولة محترمة. دي بلد بتقوم، مصر بتقوم، مصر بتطلع قدام بإرادة شعبها، بأمل شعبها. وتشرق شمس تنموية جديدة عبر مسيرة من العطاء والبناء في كافة أرجاء مصر. نجحت مصر في بناء أحد أكبر مشروعات الاستزراع السمكي حول العالم في بركة غليو بمحافظة كفر الشيخ، نقلة نوعية للارتقاء بثروة مصر السمكية، منظومة متكاملة للاستزراع والتصنيع والتغليف وإنتاج الأعلى مع إمكانات مستقبلية كبرى بتصدير الفار إلى الخارج. هنتكلم في سيستم مصانع لصالح الاستزراع السمكي. قفزة تنموية صارت جنبا إلى جنب مع الانتهاء من إنشاء أكبر تجمع مصري لاستزراع الأسماك عبر أحواض الترسيب في نطاق قناة السويس. وتواصلت الإنجازات التنموية بإنشاء العديد من القلاع الصناعية، وفي القلب منها مدينة الأثاث بمحافظة دمياط. هذا فضلا عن مجمع مصانع الأسمنت في بني سويف وغيرها من المصانع الجديدة. وشهدت صناعة البتروكيماوية إنشاء المزيد من الصروح الإنتاجية، كان آخرها مجمع العين السخنة والذي يشمل 9 مصانع كبرى في مجال البتروكيماوية. خلتنا ألفة عصري، لو ما اتولدت مصري لتمنيت أبقى مصري، أبقى مصري. وآلت مصر على نفسها إلا أن تحقق الاكتفاء الذاتي من غذائها عبر خطة طموحة تهدف لاستزراع واستصلاح 1.5 مليون فدان. وتاريخ عالي المكانة، المكانة فخر الجيل. سرعان ما أعقبها المزيد عبر أضخم مشروع مصري من نوعه للبيوت والصوب الزراعية في نطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية غرب منطقة الحمام وفي اللاهون بالفيوم والعاشر من رمضان وأبو سلطان وغيرها. حضرتك اليوم ده بتعيش، لو كنا عنها ما نحكيش، تضحك عن هالأيام. وامتدت مسيرة البناء في كافة أرجاء مصر، وظهرت للنور المراحل الأولى لإنشاء مدينة العالمين الجديدة ضمن مشروع متكامل لتنمية الساحل الشمالي، مدينة مصرية بروح عالمية. حاضر بزمن موصول والروح موجودة على طول، روح مصر الخلدة بتقول أولادي بناة الأهرام. والحاضر بزمان موصول والروح موجودة على طول، روح مصر الخلدة بتقول أولادي بناة الأهرام. حيث شهدت عشرات المحاور والكباري العملاقة، وكان آخرها محور تحيا مصر كجزء من محور السخنة الضبعة. هذا المحور الذي شهد نجاح مصر في ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وفقا لأعلى معايير الإنشاء العالمية، متوجة إنجازاتها في هذا المجال بمحور وكبري رود الفرج الملتب، والذي استحق أن يسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بوصفه أعرض الكباري الملتب حول العالم. وسرعان ما أتى مشروع تنمية محور قناة السويس ثمارة بالعديد من الإنجازات المتتالية، من خلال مشروع تنمية شرق بورسعيد عبر النهوض بميناء شرق التفريعة وإقامة المناطق الصناعية واللوجستية والسكنية. وتحقق الوعد الرئاسي بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشمل إلى جانب تطوير ميناء بورسعيد تطوير موانئ الغردقة، نويبع والسفن. وامتدت شرايين التنمية إلى قلب سيناء عبر بناء أضخم مشروع أنفاق شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد، وتدفقت ينابيع الخليج إلى أرض الفيروز
وواصلت مصر مسيرة التحدي والبناء بإنشاء أكبر مشروع سكني في تاريخها المعاصر، المشروع القومي لبناء 1,000,000 وحدة سكنية. وتغيرت وجه الخريطة العمرانية بإنشاء عشرات التجمعات السكنية تتقدمها 22 مدينة سكنية جديدة. وانطلق المارد المصري ليحقق المزيد من المشروعات القومية العملاقة في مجالات الطاقة باكتشاف العديد من آبار النفط والغاز، متوجا هذه المشروعات باكتشاف حقل الظهر. احنا بالفعل انجزنا من الكهرباء والغاز بكل المصانع اللي موجودة بتعمل في مصر وتحتعمل في مصر. نهضة مصرية مماثلة تجلت بإنشاء العشرات من محطات توليد الطاقة الكهربائية. وين عهدك والإيد في الإيد مع كل لما يجي لك عيد الآلة هنشأنا جديد ونغني طول المشوار. هي أغلى أمانينا، هي أحلى أغانينا، هي أغلى أمانينا. وآن الأوان لتعلن العاصمة الإدارية الجديدة عن وجودها كدرة التاء في المدن المصرية الذكية، كواجهة حضارية تليق بأمة المصرية. عاشق في لندن، عاشق قراني ولندن، ولد ولد ولدنا لحد آخر الزمان. كانت في لندن فرشاء أمجد قدومنا، ومحققة لجهودنا مد أعظم من اللي كان. شعبي واحد، قلبي القيادة السياسية ضرورة مواصلة العمل على تطوير شبكات الري لزيادة الإنتاج الزراعي والرقعة الزراعية مع توفير مصادر للطاقة أكثر أمانا وأقل تكلفة. فأضافت إلى مشروعاتها العملاقة في هذا المجال مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية. إنتاج الطاقة النظيفة عن طريق تدفق الماء، بعث الحياة في مئات الآلاف من الأفدنة، تنظيم عملية الري، ذلك هو المفهوم الكامن وراء مشروع قناطر أسيوط الجديدة التي تقع على بعد 545 كيلومترا شمال خزان أسوان و400 كيلومتر جنوب القاهرة. أسيوط واسطة العقد في محافظات الصعيد، فهي العاصمة الثقافية والعلمية والاقتصادية لأهل الجنوب، تحتضن نهر النيل بين جنباتها وفي قلبها. لذا فقد كان جديرا بها أن تحتضن أكبر مشروع مائي لتحسين الري وتوليد الكهرباء بمحافظات صعيد مصر، فتجتمع فيها عراقة الماضي وإبداع الحاضر. قناطر أسيوط الجديدة من أهم المشروعات القومية الكبرى، حيث قام بتنفيذ هذا المشروع بتكلفة تقارب 6,500,000,000 جنيه. تعد القناطر الجديدة صرحا عملاقا ونموذجا راقيا في فنون الهندسة والري، حيث تتكون من هويسين ملاحيين بطول 156 مترا وبعرض 17 مترا، مفيضين الشرقي والغربي بعدد 8 فتحات وبعرض 17 مترا، 3 فتحات على الناحية الشرقية لمحطة الكهرباء و5 فتحات على الناحية الغربية منها. محطة كهرباء تتوسط المفيضين وتستغل 4 فتحات بعرض 17 مترا لإنتاج الطاقة الكهرومائية. كوبري علوي 4 حارات في اتجاهين حمولة 70 طنا بعرض 20 مترا. سد دائم غالق في الجهة الغربية من النيل. كما يشمل المشروع إعادة تأهيل قنطرة فم ترعة الإبراهيمية. وها هي مياه النيل تتدفق عبر قناطر الخير لتسري في شرايين الوطن وأوردته نورا يبعث الحياة للحاضر والأمل في المستقبل. مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، فيض النور والعطاء. مشروع 1,000,000 وحدة سكنية. يعد مشروع 1,000,000 وحدة سكنية واحد من المشروعات الهامة وشاهد حقيقي على ما تم إنجازه في مجال الإسكان والتعمير، وإحدى آليات العدالة الاجتماعية اللي بتعتمد عليها الحكومة. يهدف المشروع لتوفير 1,000,000 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المنخفض في كافة المحافظات،
وكان خير دليل على ذلك إنشاء الأسمرات، غيط العنب، عمائر بورسعيد، دار مصر والعديد من المناطق السكنية الجديدة. فهو أكبر مشروع سكني موجه لمحدود الدخل على مستوى العالم. تكلفة المشروع بتتخطى 150 مليار جنيه. المشروع بيتم تنفيذه في كل المدن الجديدة والمحافظات. وزارة الإسكان والهيئة الهندسية هم المسؤولين عن تنفيذ المشروع من خلال الإسناد لشركات المقاولات المختلفة. أكثر من 500 شركة مقاولات بتعمل في المشروع. المشروع بيوفر أكثر من 750 ألف فرصة عمل مباشرة و2 مليون فرصة غير مباشرة. مساحة الوحدة السكنية بتصل ل 90 متر مربع بنظام 3 غرف وصالة. وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي كملت التشطيب، وما بيتمش تسليم أي وحدة سكنية إلا بعد الانتهاء من توصيل كامل المرافق بحيث تكون جاهزة للسكن، وبيتم تلاشي كل أخطاء المشروعات السابقة. مدينة الجلالة واحدة من المشروعات العملاقة اللي بتتنفذ في الفترة دي، وهي بتقام أعلى هضبة الجلالة المرتفعة عن سطح البحر ب 700 متر تقريباً، وعلى مساحة 17 ألف فدان كاملة المرافق، وفيها أماكن سكنية وسياحية تؤهلها لأنها تكون مدينة سكنية على أعلى مستوى ووجهة سياحية عالمية، خاصة أن ارتفاع المدينة بيخلي درجات الحرارة فيها أقل من المدن الأخرى في مستوى سطح البحر بحوالي 10 درجات. وزرنا فيها المنتجعات السكنية والفندقية، وتعرفنا على الكورنيش أو الممشى الجبلي والمناظر الجميلة الموجودة فيها. سطح البحر بيتواجد منتجع الجلالة السياحي على شاطئ خليج السويس، والنزول إليه إما بيكون من خلال الطريق بالسيارة أو من خلال استخدام التلفريك اللي بينزل من ارتفاع حوالي 700 متر فوق سطح البحر. مدينة الجلالة بتضم جامعة جديدة مجهزة على أعلى مستوى، هي جامعة الجلالة اللي بدأت الدراسة فيها فعليا، وبتضم 15 كلية. في مدينة الجلالة تم اكتشاف كمية كبيرة من الكنوز الطبيعية، من الرخام والجرانيت بخامات وأشكال منها اللي ما كانش مكتشف في مصر قبل كده، زي الخامات اللي شايفينها ورايا دي. وده أدى إنه يتعمل مدينة صناعية تتسمى مدينة كنوز الجلالة للرخام والجرانيت. مدينة كنوز الجلالة تعتبر مدينة صناعية متكاملة بتضم عدد من المصانع لتقطيع الرخام ومصانع للجرانيت، ومصنع هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لعمل الرخام الصناعي، بالإضافة لمعرض عالمي بيعرض كل الثروات الطبيعية اللي بيتم استخراجها من جبال الجلالة وتصنيعها في مصانع كنوز الجلالة. فرص عمل مؤقتة ودايمة بأعداد كبيرة سهلها بناء مدينة الجلالة ومنتجعها الساحلي ومنطقتها الصناعية، وسهل الوصول لكنوز وثروات في قلب الجبال ما كناش عارفين نوصل لها قبل كده، وبتغنينا عن استيراد خامات من خارج مصر. والتغيير والتطور اللي بيحصل هنا هو تغيير يومي تقدر تلاحظه بعينيك وتستمتع معاه بجمال وسحر مدينة الجلالة والطبيعة المحيطة بيها، وتشوف الخير الموجود في جبالها. We'll be right back.
مشروع تطوير طريق الكباش في الأقصر هو أهم مشروع أثري اتنفذ بالفعل، ولا يقل أهمية عن تطوير هضبة الأهرامات أو افتتاح المتحف المصري الكبير، لأن مدينة الأقصر بتصنف أهم مدينة أثرية في العالم وبتضم أهم الآثار في العالم. المدينة بتشهد حركة تطوير وترميم هي الأضخم في تاريخها، بتشمل تطوير أهم معبدين أثريين وهو معبد الكرنك ومعبد الأقصر، وتطوير الطريق الواصل بينهم اللي بيسمى طريق الكباش أو طريق المواكب الكبرى بطول 2700 متر. سبب شهرة طريق الكباش وإعادة إحيائه كمعلم أثري سياحي ظهرت لأول مرة مع اكتشافات دكتور زكريا غنيم لثمان تماثيل في وضعية أبو الهول عام 49، تلا اكتشافات دكتور محمد عبد القادر ل 14 تمثال عام 58، بعدها كشف دكتور محمد عبد الرازق 64 تمثال عام 61، وبعده اكتشف دكتور محمد الصغير الطريق الممتد من الصرح العاشر حتى معبد موت، وفي 2017 تم استكمال المشروع ووضعه على خريطة السياحة العالمية. أهمية المشروع: افتتاح طريق الكباش هيكون أفضل دعاية سياحية لمدينة الأقصر بوصفها أهم مدينة أثرية في العالم. ضف على كده اكتمال مشروع تطوير معابد الكرنك والأقصر هتضيف قيمة كبيرة جدا، وهتكمل الصورة بتطوير طريق الكباش.